من يزرع الخير يحصد ما يسر به، وزارع الشر منكوس على الرأس. هكذا يقول بعض من الحكماء حول أنه الإنسان مهما عمل في حياته، سواء كان عمل شرا أم خيرا، يحصد ويلقى ما زرع ويحصد ما قام طبعا أنه بجنيه. مشاهدينا، يقال أنه الخير والشر وجهان للبذرة التي تزرعها وتنتظر قطاف ثمرتها، أو هناك من يقطفها. فإذا زرعت الأمانة فسوف تحصد الثقة، وإذا زرعت الشر ستحصد الشر، وإذا زرعت الحب سوف تحصد الاحترام، وإذا زرعت المثابرة فستحصد النجاح، وإذا زرعت العطاء فسوف تحصد الدعاء، وإذا زرعت التواضع فستحصد حب الآخرين، وإذا زرعت التسامح فسوف تحصد الخطأ، فسوف تحصد تأنيب أيضا الضمير. فلذلك يقال أنه من يزرع الخير في كل طريق يسلك هذا الخير. ليلى، طبعا هذه رسالة سعادة لكل إنسان يحب الخير للآخرين. الخير سواء كان أنه بكلمة، سواء كان أنه بنية، أنه أحب الخير للآخرين، مجرد هذه النية الله سبحانه وتعالى يبارك بها، ويمكن بالفعل يعني يفتح لك كثير من آفاق ويقضي حوائج ويسهل لي الأمور. أحسنتي، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، وعلى نياتكم تحصدون. نعم. يعني سوف نحصد ما زرعنا، ومع الأسف الكثير من الأشخاص يتركون بذورا مرة، يزرعون الكثير ويرحلون عن هذه الدنيا تاركين وراءهم ثمارا مرة، وهذه الثمار يدفع مرارتها الأبناء وتنعكس كذلك على حياتهم، فيدفع الأبناء ثمن أخطاء آبائهم. وهناك من يزرع الخير والعطاء والسمعة الطيبة، فتظل شجرة ما زرع أجيالا وأجيال أخرى قادمة. إن شاء الله نكون ممن يزرعون الخير ويحصدون ثماره، وأيضا يتركون للأبناء وللأجيال القادمة كل خير بعيدا عن السوء. آمين رب العالمين.